السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمرو عبد العزيز من قناة أبناء الألعاب. النهاردة هنختم الحلقة 9 من لعبة توم برايدر. عاوزين نشوف الحلقة ايه اللي هيحصل فيها ونبدأ. بسم الله. تعمل ايه دلوقتي؟ انا عندي كده. انت عاوز تعرف برضه؟ you
ألقوني هنا. لا، أتريد أن يحتشفوننا؟ أصمت. ابحث جيدا. ألقوني هنا ولا رهنا. يجب إيجاد طريقة لإنزال هذا المصعد مستخدمين القوة الكبيرة. وهي القوة الكبيرة دي؟ يجب أن أذهب إلى هناك. يعني قولي هو وديك فين؟ سأشغل المصعد.
كده عرفت جابلة فنجانة. ابتعد عني أنا. دخلنا للمعمعة. هذه التماثيل المحاربون، لقد كانت داخل مقبرة هيميكو، كانت تحميها. هذه أنت، هل كنت جنرالا من قبل؟ ارتكبت سابقو، لماذا؟ إنه جميل، وما زال السيف حادا. لقد خذلت ملكتي، الطقوس قد أفسدت، كانت الكاهنة تدرك أن الموت وحده قادر على إنقاذها، لكنها وضعت حدا لحياتها، والآن الملكة الأولى والأخيرة تعيش نصف حياة، روح كامنة في جسد متحلل، تحول غضبها إلى عواصف ولن تتوقف ما دامت روحها متعلقة بهذه الأرض، لقد أقسم حرس العاصفي على حمايتها وسيستمر في ذلك، لكن أنا لا أستطيع. إن الروح عالقة في جسد متحلل، هذا ما يتسبب بالعواصف. لإيقاف العواصف علينا تدمير الجسد الموجود في حجرة الطقوس. كيف سأقنع الآخرين؟
ترتهم أنت. ظننت أنني سأموت. ما من أثر له؟ ماذا جرى؟ خلال الهجوم وودمان أخذ السهم واختفى. لقد أعادها إلى مثايس. كان يجب أن أصدقها. كان يجب أن أصدقك. ما الخطوة التالية؟ لقد أصلح القارب. نحتاج مساعدة. هذا ما توقعوه أيضا. كنت محقة بشأني. العواصف تستهدف أي مركب يقترب. آمن العلماء في الحرب العالمية الثانية أن العواصف تخضع لشيء موجود في حشة الطقوس بالقرب من المعبد. سام قد اختطفت والأمور متشابكة، وإن حاولنا أن نرحل من دون معرفة السبب سنموت جميعنا، تماما كالطيارين، تماما كراث. اسمعي، مهما حصل هنا لارا تستحق المحاولة. لا يمكننا الأمر، سيكون هذا انتحارا. لن يأخذوها إلى هناك، سوف يأخذونها إلى حجة الطقوس لنستخدم هذا الخليج للاقتراب. اسمعوا، أعرف أنك تريدين العودة إلى ابنتك، لكن القتال لم ينتهي بعد. لا أطلب منك أن تصدقي، أطلب منك أن تثقي. حسنا، لنهيئ المركب. تساعدين تصعدي على المركب.
لارا، ماذا تتوقعين أن تجدي؟ أترغبين معرفة ذلك؟ لا، لكن عليك أن تخبريني. إن روح ملكة الشمس القديمة عالقة في جسد الميت، وغضبها يتسبب بالعواصف. إن دمرنا الجسد فستتوقف. وماذا يريد ميثايس نصار؟ لا أعرف، وهذا أكثر ما يرعبني. وأعرف أن هذه خطة جنونية. إنها كذلك، لكن الجنون هو كل ما لدينا حتى الآن، فلنفعل. لا، سأحتاج إليك وإلى رايس لكي تحرسا المدخل الرئيسي بينما أبحث عن سام. ستدخلين وحدك؟ المزيد من الأفراد يعني المزيد من خطر الكشف عنا. أحتاج إليكما هنا لكي تقضي على أكبر عدد من الأشرار. لن يكون السولاري فقط، سيكون هناك الساموراي أيضا. كل شيء ليس أنا أو سام، أطلق النار عليه. يا صغيرتي، هذا ليس الوداع. لن أقول لك وداعا. نحن نؤمن حمايتك. من أن تحميتي وأنا أمن أكله. سام، لا زالت حية. والدكتور البارع، ماذا تفعل الآن يا ولدنا؟ أنا قلت أنت خاين، طلع كلامي صح. هقابلك حفرتيكا. يتولون حراسة المعبد، ينتظرون فقط إلى أن يتعرفوا إلى ملكتهم الجديدة من خلال الذي أعادها إلينا. بالتأكيد، سبق أن واجهت تلك القبائل البدائية، فلنحصل على بعض الجوائز. ماذا يفعل؟ أنا أدعى دكتور جيمس ويتمان، جئت إليكم بسلام، جئت إليكم بملكتكم الجديدة. نفسي بقى أديها، نفسي أوريك. إنها ملكتكم. ماذا تعني باليابانية؟ الجو. أحسن، يلا في داهية. أنت بتنسى هنا الشرف. بس يا عفوة العيلة، الحراس العصر.
بها. مش احياء يعني. الصلاة التي عثرت عليها مع الجنرال هي عن روح داخل جسد متحلل وتسبب العواصف. أعرف أنه يتكلم عن ملكة الشمس الأخيرة، لكن ما علاقة هيميكو بهذا؟ لقد كانت الملكة الأولى، ومثايس يعتقد أن لسام علاقة، وذلك ليس جيدا. اللعنة ويتمن تفعل المستحيل للحصول على الخبر. أعرف أن الإجابة داخل حجة الطقوس، لكن الوصول إليها صعب، فالحراس العاصفيون يحمونها. علي القيام بذلك، لكنني خائفة مما قد أجده. وبكده نبقى ختمنا الحلقة 9، وانتظرونا في الحلقة 10، واللي مش مشترك يعمل سبسكرايب واللايك والكومنت وزار الجرس لو عاوز يتابعنا أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.